المواقف التي نحتاجها يجب أن تكون مواقف وازنة، مواقف سلم في قوة وقوة في سلم، هذا المطلوب. لا يجب أن نهدد، لا يجب أن ننجر وراء هذه اللعبة، ولكن علينا أن نفكر في مخارج مختلفة. مثلا نحن نحتاج على مستوى عالمنا العربي والإسلامي إلى منهج دمجي يدمج العلم بالعمل. يعني ما عادت الطريقة السابقة الكلاسيكية في تقديم سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله ما عادت كافية أن يصعد الخطيب ويقدم سيرة رسول الله برواية من دون سند، من دون تحليل، من دون كذا، ربما لا تكون بتلك الدرجة من التأثير، خصوصا في ظل هذه الظروف، خصوصا وأن كل خطاباتنا ما يلقى منها في المسجد لا يبقى في المسجد، وما يلقى منها في الحسينية لا يبقى في الحسينية، كلها تطير مع سحابة الإنترنت، والكل يسمعها والكل يتابعها. لذا نحن بحاجة إلى تحديث وسائلنا وأساليبنا، ومنها المنهج الدمجي يدمج العلم بالعمل، بمعنى أن يقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأسلوب العلمي التحليلي الذي اعتيد عليه في الجامعات أو في الأكاديميات لتناول كل شخصية عظيمة وكل شخصية ذات قوة. أنت الآن مجرد رئيس جمهورية، إذا كتب عنه بالأسلوب هذا التحليلي تشعر وأنك أمام إنسان مختلف، إنسان متوحد ومتفرد، يعني واحد عصره وفريد زمانه، بينما هذا الأسلوب يجب أن يتخذ مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يجب على طلابنا المبتعثون، نعم على طلابنا المبتعثين في الخارج، أن يحفظوا الكثير من كلمات ومواقف عشرات الفلاسفة الغربيين وهم يتحدثون بكل تعظيم وتوقير عن النبي محمد. الغريب أن الملاحدة من فلاسفة الغرب إذا وقفوا عند النبي رفعوا قبعة الاحترام. نيتشه وغير نيتشه الذي يقول وضعت الله في الدرج، نعم هذا الرجل له تعبيرات مختلفة في حق الإسلام وفي حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا فإن الغرب الذي يسيء للنبي مثقل وموجع بمثل هذه الأمور. عشرات وعشرات الفلاسفة الغربيين يتحدثون بالتعظيم عن شخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن نحتاج إلى مثل هذه المناهج، نحتاج إلى الاحتفال الطلابي الرسمي في مدارسنا في جامعاتنا، نوحد يوم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويتم الاحتفال بشخصية النبي، ويتاح في هذه اليومية كل، نعم يتاح أمام العلماء والمفكرين والأدباء وحتى المنشدين وغيرهم أن تفتح كل الأبواب أمام الفن والعلم في هذا اليوم لتشترك وتتوحد في تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وتحويله إلى ظاهرة لها هيبتها في العالم. من تتشكل هذه الظاهرة ستعيد للنبي هيبته في نفوس غير أتباعه خارج الحدود الإسلامية، وهذا أمر نحن نحتاجه. نحتاج إلى أطروحات علمية بمختلف اللغات، ويحتاج أن نتذكر أن الإساءة للنبي صلى الله عليه وآله لها أساليب مختلفة. حتى داخل العالم الإسلامي هناك إساءة للنبي، حتى داخل حياة الفرد هناك إساءة للنبي صلى الله عليه وآله. ولذلك كان الإمام الرضا، والذي نحن بذكره، كان الإمام الرضا الشديد الموقف مع من يسيء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد راعني أدنى أنه تكرر منه اللعن والغضب من الذين يسيئون لرسول الله صلى الله عليه وآله، من كانوا في عصره ومن سبق عصره. تحدث عن من سبق عصره في إساءتهم للنبي، وتحدث عن معاصرين له يسيئون للنبي صلى الله عليه وآله، وكان يلعنهم وكان يتحدث كاشفا عن طبيعة إساءتهم.